السلام عليكم. بعد ما الصحابة اتعلموا الدرس، هو مش طبعا ما كانش الهدف هنا ان هم ينهزموا من هؤلاء الايه المشركين، ولكن الهدف ان هم يتعلموا الدرس بس، ان النصر من عند ربنا مش بالعدد ولا بالقوة ولا بالكلام ده، ان انتوا لما كنتوا مع ربنا سبحانه وتعالى وخاشعين لله سبحانه وتعالى نصركم وعددكم قليل ومفيش اسلحة ومفيش حاجة، لما عددكم كبر وفرحتم بيه فحصل اللي حصل. طب خلاص اتعلمتوا الدرس، ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. السكينة سميت بذلك لانها تسكن القلب، تسكن القلب فيطمئن، يسكن القلب ان الدنيا لا تساوي شيء، يسكن في القلب ان النصر من عند الله سبحانه وتعالى، يسكن في القلب ان الآخرة خير وابقى. فكل ده بيهدئ القلب، بدل ما القلب ايه مشعوط كده ومش قاعد على بعضه، بيسكن الايه القلب. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وانزل جنودا لم تروها من الايه من الملائكة، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين.